معسلات رمضان بريوات بدون قلي ولا ورقة بسطيلة، حضريهم دفعة واحدة بلا مجهود ولا كثرة الوقوف. أسهل ما يمكن توجدي رمضان بطريقة مختصرة بشكل جديد وبحشوة جد اقتصادية. لهذا سيدتي تبعي معي الفيديو من الأول حتى الآخر باش نكتشف المكونات والمقادير وطريقة التحضير. وكالعادة ما تنسوناش من اللي لايك اللي تشجع فقط وبالبارتاج فضلا وليس امرا باش تعم فائدة على الجميع. ومرحبا و100 الف مرحبا بالمشتركين الجدد اللي اول مرة كينضموا لقناتي وعجبهم اكيد المحتوى، ما عليهم الا يفعلوا الجرس فضلا وليس امرا باش يوصلوا دائما بالجديد على قناة سكينة سورية. وكالعادة قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونبداو بالاكتلاه ونقولوا بسم الله بالمكونات والمقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت. اول حاجة او اول مرحلة كنقوم بها في هذه الوصفة وهي الكاوكاو. عندي هنايا 500 غرام الكاوكاو او نصف كيلو ديال الكاوكاو اي الفول السوداني اللي تيكون محيد له كنقتنيو ونحيد له القشرة ديالو من الاول. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا 500 غرام الكاوكاو اللي ما غاديش نقليها في الزيت، اكيد غادي نحمرها في الفران. قبل ما ندخلها الفران تحمر غادي ندير لها واحد ملعقه كبيره من الزيت باش كتجيني بحال اللي راها مقليه وكتجي التحميره ديالها رائعه جدا. كنوضع اللاطه ديالي في الفرن وكنخلي الكاوكاو ديالي يتحمر على مال، يعني كنقص المتوسط وكنرد معاه البال مره كنقلبه وكنخليه يتحمر ليا حتى كيعطيني داك اللون الذهبي. ملي نحصل على اللون الذهبي كنخرجو من الفرن، لان ملي كنخرجو الكاوكاو من الفرن عاد كيزيد يعطي اللون ديالو، يعني ما نخليوش حتى ياخذ اللون اللي بغينا، نخليوه يعني غير كيذهب لينا كنخرجوه كيبقى شاد في داك السخونيه هي اللي كتكمل له التحميره ديالو. من بعد كناخذ هنايا عندي الدقيق، تقريبا عندي هنايا 600 غرام ديال الدقيق اي ما يعادل 6 الكؤوس من عبر كاس ديال العنبه من الدقيق ديال الحلويات. عندي هنايا علبه ديال ياغورت اي دانون مسوس، علبه واحده ديال ياغورت مسوس، وبنفس العلبه كنعبر العبر ديال الزيت، يعني بنفس العلبه كنفرغ له العلبه الاولى ديال ياغورت كنعبر فيها العبر ديال الزيت، كذلك كنعبر فيها العبر ديال ماء الزهر. عبره ديال الزيت وعبره ديال الماء الزهر بالكاس ديال ياغورت. كندير هنايا واحد نص معلقه من الملح، ثم كنمزج المكونات كلهم، يعني كنمزج داك ماء الزهر مع ياغورت مع الزيت مزيان وكنحاول ندخلو في الدقيق مزيان. كيف ما كتشاهدوا معايا نتمنى الصوره تكون واضحه والشرح كذلك اوضح. كنحاول نجمع الكل جيدا، ثم كنضيف هنايا واحد الشاسيه ديال الخميره ديال الحلويات. ما كنديرش خميره معجونه، خميره ديال الحلويات من فئه 8 غرام. كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما ضفت الخميره عندي هنايا كاس من عبر كاس ديال ياغورت كذلك او كاس من عبر كاس ديال العنبه غير مملوء جيدا من الماء من الصنبور، يعني الماء من الصنبور ما يكونش دافئ، يعني الماء عادي بارد. كنحاول نضيف داك الكاس ديال الماء غير بالتدريج، ما كنديروش دفعه واحده، كنبقى نضيفه بالتدريج وانا كنجمع العجين، ثم كندلكها غير واحد الدلكه اللي تكون خفيفه. مجرد ما كنجمع العجين وكندلكها واحد الدلكه خفيفه كنمر الان باش نقطعها ل 8 ديال الكويرات، 8 ديال القطع. انا غادي نقطعها من بعد غادي نشكلها على 8. انا دابا خرجت منها تقريبا 7 ولكن غنقص من هذه ومن هذه باش نحصل على 8 ديال الكويرات كيف ما كتشاهدوا معايا. وضروري هاد الكويرات يكونوا حجم واحد، يعني بلا ميزان غير عينك ميزانك سيداتي. كناخذ واحد اللاطه وكنرشها بشويه ديال كنرشاش بالدقيق من النشا وكنغطي عليها بواحد بلاستيك ونخليها تقريبا واحد ربع ساعه او 15 دقيقه حتى ترتاح ليا العجين. فهاد الاثناء هادي ملي كنخلي العجين ديالي يرتاح الكاوكاو ديالي راه وجد وراه تحمر، خرجته وخليته حتى يدفى باش ما نديروش في الطحانه يكون سخون، وكذلك غادي نخسر الطحانه بطبيعه الحال. غنخليه حتى يدفى ليا، ماشي يبرد تماما، حتى يدفى ليا. مهم هاد المرحله باش منين نبغي نطحنو يطلق ليا داك الزيت ديالو، الزيت ديال الكاوكاو، يعني خصني نطحنو ما كيجينيش مهروش وما نديروش معلك ما بين وبين في الوسط، يعني منين نطحنو منين نبغي نجمعو بيديا يتجمع ليا. عندي هنايا تقريبا واحد جوج حتى ثلاثة ديال المعالق ديال الزبدة اللي ذوبتها، معلقة ديال المربى أو ملعقة ديال العسل اللي متوفر عندكم، ملعقة من ماء الزهر، واحد ملعقة كبيرة من السكر الخشن أي سنيدة. عندي هنايا معلقة صغيرة ديال القرفة باش نسمو بها، ممكن نديرو حتى النافع أو حبة حلاوة مطحونين. عندي هنايا الزنجلان اللي حمرتو من قبل، تقريبا واحد ثلاثة ديال المعالق كبار ديال الزنجلان، وانتوما لكم الإختيار، ممكن تزيدو كمية زنجلان أو تكتفيو غير بثلاثة ديال المعالق كبار زنجلان بطبيعة الحال
حمرته من قبل. كنخلط الكل جيدا وهاد الحشوه كتجي لذيذه لذيذه وجد اقتصاديه وفي متناول الجميع. بالنسبه للناس اللي غيسولوني الا بغاو يديروا اللوز وعندهم امكانيات، ممكن يخلطوا ما بين اللوز والكاوكاو او يديروا غير اللوز. بعد ما كنجمع الحشوه ديالي كنوضعها جانبا، كنمر الان العجين ديالي اللي خليته تقريبا 15 دقيقه حتى ارتاحت ليا باش نبغي نشكلها تكون عاد يعني الطوع. ترش فوق سطح العمل بالنشا ماشي بالدقيق، ما كنستعملوش الدقيق نهائيا. كنبغيو نطلقوا هاد العجين كنديروا النشا، كنحتاج تقريبا في هاد الوصفه كلها هي 100 غرام ديال النشا، كنديرها في واحد الصفايه او في واحد الشبيكه باش كنرشها باش كتجيني سهله. كنحاول نطلق داك 8 ديال الكويرات كلهم بالنشا ونطلقهم بحجم واحد، يعني ما نحتاجش نطلقهم رقاق رقاق بزاف يعني حتى نكبرهم، غير يكونوا بحجم واحد باش ما يجينيش هاد الكويرات، لانني ملي كنطلقهم كندير واحد وحده فوق وحده، وفيما نبغي نحط الثانيه كندير واحد الكميه لا باس بها من النشا. ملي كنطلق داك 8 الكويرات وما بيناتهم تيكون واحد الكميه لا باس بها من النشا، كنحاول نطلق هاد العجين ديالي يعني دفعه واحده، يعني 8 ديال القطع ديال العجين وحده فوق وحده. بعد ما طلقتهم وبيناتهم النشا كنحاول نطلقها بشكل مستطيل او بشكل مربع باش تساعدني ملي نبغي نشكل البريوات ديالي. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحاول نطلقها تكون رقيقه رقيقه مزيان، يعني نحاول نرقق العجين قدر الامكان، وداك العجين ديالي ملي كنرققو تيعطيني يعني واحد التوريقه رائعه جدا لهاد البريوات، كاننا مستعنين بالورق ديال بسطيله. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا السينيه ديالي كنوضعها فوق العجين بعد ما طلقته باش ناخذ العرض او الطول، على حسب بغيت نديرو بالعرض او بالطول، ناخذ العرض او الطول العبر ديال لي غول اللي غادي ندير باش نشكل بهم ابريوات. كنقطع داك الزائد اللي كيكون في الجوانب، انا خديت بالعرض يعني غادي نشكلهم بالعرض، خديت العبر ديال اللاطا او السينيه اللي غادي نخدم بها، ثم كندهنها مزيان مزيان بالزبده اللي ذوبتها من قبل. الزبده دائبه اي زبده، ممكن انا استعملت ديال العلب او ديرو ديال التوريق. كندهن داك اللاطا ديالي مزيان مزيان وكنمر الان باش نشكل داك الحريبلات اللي غنشكل منهم ابريوات. كيف ما كتشاهدوا معايا كناخذ الحشوه اللي كتكون يعني كي كنشكلها كتبقى ما تكونش كتفتت لينا باش ما تصعبش علينا ملي نبغيو نشكلوا واحد الحربول تقريبا شبه حربول يجينا ساهل جدا. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحاول ناخذ داك الحشوه وكنضغط عليها مزيان مزيان باش تشكل ليا. بالنسبه للحشوه لكم الاختيار، ممكن تضعفوا هذه الكميه او تكتفيوا غير بهذا القدر هذا على حسب الحجم ديال البريوات اللي بغيتو. كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما شكلت هاد الحربول بالحشوه كناخذ الطرف ديال العجين كله هو وغير برفق، انا ما صنعتش الفيديو باش تمكنوا من هاد العمليه غير برفق وما كنلويش دوره كامله، يعني كنفتلو غير شويه غير الربع عليها باش تمسك ليا العجين بلا ما نحتاج نلصقها ببيض البيض او بالماء. على العموم هاد الحاشيه اللي كتكون في الاسفل هي اللي غنوضع في الاسفل ديال لاطا. كناخذ سكين او جراره او القطعه ديال البيتزا وكنقطع بها داك الزائد كيف ما كتشاهدوا معايا، وبلا ما نلصقها كيف ما كتشاهدوا غير كنضغط بشويه بشويه غير برفق، لان العجين ديالنا راها طريه ورقيقه يعني رققناها قدر الامكان. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحاول نقادها وغادي نجيب اكيد اللاطه ديالي وغادي نوضعها فيها بعد ما دهنتها بطبيعه الحال من شويه ديال الزبده، يعني ضروري ما ندهنوا اللاطه ديالنا او الاناء او اللاطه اللي غنوضعوا في الفرن بالزبده. كنوضع هاد الحربول ديالي كيف ما كتشاهدوا معايا وغادي نحاول نضغط بالاصبع ديالي باش نشكلو على شكل يكون مسطح، ما يجيش مبومبي يجي مسطح كيف ما كتشاهدوا معايا. بهاد الطريقه هادي راها ساهله وممكن تحضريها سيداتي بلا عوين، يعني بلا داك بريوات نحتاجو الورقه او نبقاو نشكلو حبه بحبه، كتجي هاد الطريقه ساهله جدا. وبالنسبه للعجين ديال البريوات اللي دابا خدمنا بهم بريوات، هذا هو العجين اللي كنحضروا به بحلاوه او بقلاوه، درجتها معكم يعني في السنه الماضيه كندرجتها في بحلاوه اللي كتجي يعني كنديروها في لاطا وكتجينا مربعه، هذه هي العجينه ديالها العجينه المنزليه ديال البحلاوه. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحاول بنفس الطريقه كنلف العجين وكنلف غير لفه صغيره، يعني ما كنلفهاش كلها لفه صغيره، وكنضغط بيديا وكناخذ الجراره كيف ما قلت لكم او السكين او اي قطعه ونقطع بها وراها كتمسك ليا، يعني خص الحشوه اللي غنديروا ديال الكاوكاو تجينا شويه شبه معلكه، ما تكونش يعني ناشفه باش ما تعذبناش ملي نبغيو نلفوا هذا الحربول. كنوضعها في الجنب ديال الحصه الاولى اللي حطيت
وما لاصقهمش، يعني ما نلاقيهمش، نخلي بيناتهم واحد الفرق او واحد الاسباس اللي هو بسيط كيف ما كتشاهدوا معايا في الصوره، لان ملي غندخلوا على الفران باقا غادي يضعف الحجم ديالها، لاننا في العجين درنا الخميره ديال الحلويات. كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما كملت الحصص كلهما، يعني شكلت انايا عطاوني 7 ديال الحرابل، وشاط ليا واحد شويه ديال العجين داك الزوائد اللي كنت حيت في الجوانب. كنشكل هنا 7 ديال الحرابل وكنضغط عليهم في السطح بيدي مزيان مزيان، يعني باش يعطيوني نفس السطح، يعني ما تكونش وحده مبومبيه وحده يعني مسطحه. كناخذ هنا سكين، ضروري ما ناخذ هنا سكين اللي يكون ماضي ويكون يعني الحافه ديالو حاده، يعني ما يكونش فيه سنينات باش ما يشرط ليناش او ما يجر ليناش العجين، يكون غير حاد والحافه ديالو تكون يعني داك الراس ديالو يكون رقيق. كيف ما كتشاهدوا معايا كنشكل، كنقطع على شكل ابريوات كيف ما يمكن لكم تقطعوهم، الا درتو حيري بلا ترقاقين ممكن تشكلوهم حتى سيجار، علاش لا، وانتم لكم الاختيار. كيف ما كتشاهدوا معايا كنشكل بهذه الطريقه، وانتم غتقطعوا بالحجم اللي بغيتوا، يعني بالحجم ديال البريوات اللي موالفين ديرهم، وهذا هو الحجم اللي كيبان ليا انا على ما اظن، هذا هو الحجم الطبيعي والمثالي، وكيجيو حلوين، يعني ما يكونوش كبار وما يكونوش عاوتاني صغار، هذا الحجم المتوسط. وانتم كيف ما كنقول لكم دائما لكم الاختيار. انا غادي نكملها كيف ما كتشاهدوا معايا في التقطاع غير برفق، يعني كندخلوا السكين وكنقطعوا مزيان مزيان حتى نحسوا بالسكين دخل اللاطة الداخل، يعني حتى تقطع ليا العجين اللي كتكون الداخل. على العموم هما ما كيتلاصقوش ملي كيطيبوا، تيبقاو مقطعين كيف ما هما. كناخذ هنايا الزبده ديالي وكندهن بها مزيان مزيان، ونحاول ندهن داك الجوانب وداك الشقيقات اللي قطعت بهم مزيان مزيان، كندهن بواحد البانسو. الزبده ديالي هنايا درت غير ديال العلب، ممكن ديروا حيوانيه او الزبده ديال التوريق. فهاد الاثناء درت الفرن ديالي يسخن على درجه 180، يعني الفران خصو يكون ساخن مزيان مزيان. الفرن ديالي كيكون سخون، كندخل اللاطة، مجرد ما كندخل اللاطة كنقص تقريبا للصفر، ما بين المتوسط والصفر. مدة ديال الطهي الزمنية ديال الطهي ديالها كتراوح ما بين 30 دقيقة حتى 40 دقيقة، يعني الفران كيكون ناقص بزاف بزاف. كنوضع اللاطة ديالي الفوق حتى كتحمر ليا من الأسفل، وكنهبطها لتحت كتحمر ليا، وكنخرجها مباشرة ما كنخرجها ملي تكون باقة سخونة، كنكون موجدة القطر ديالي. القطر يعني عبارة عن جوج كيسان ديال سنيدة، جوج كيسان ديال الماء، واحد شريحة ديال الحامض أو الليمون، واحد ملعقه ديال ماء الزهر اللي كنخليهم حتى كيغلاو ليا على نار مهيله حتى كيتقالوا كيتبدل اللون ديالهم، وكنوضعهم في الثلاجه يبردوا باش ملي كنخرج اللاطه ديالي وكتكون هي سخونه كنسقي بها مباشره باش كتشرب ليا. مجرد ما كنسقيها كنرجعها للفرن اللي طفيت عليه، يعني ملي نرجعها للفران كل فران طافي عليه، كنرجعها للفران وهو طافي حتى كتبرد ليا، يعني داك الفران كيبرد ليا عاد كنخرجها للتقديم. كيف ما كتشاهدوا معايا هادو هما بريوات ديالنا او بديل بريوات، بدون قلي بدون زيت بدون ورقه بسطيله. وحضريهم سيداتي دفعة واحدة ولا كثرة الوقوف، أسهل ما يمكن توجدي رمضان بطريقة مختصرة وبشكل جديد وبحشوة جد اقتصادية، كيجيو مقرمشين وشاربين القطر، ممكن تستعملوا حتى العسل إلا متوفر عندكم. كيف ما كتشاهدوا معايا كيجيو مقرمشين ومرقين من ألد ما يكون، صدقيني سيداتي غادي تجربيهم وغادي تشكريني عليهم. يعني كنحضروا بريوات دفعة واحدة بدون زيت وبدون ورق بسطيلة. نتمنى ينال إعجاب لكم لا فيديو ديال اليوم، وما تنساوناش من لي لايك للتشجيع فقط وبالبارطاج كالعاده فضلا وليس امرا. وشكرا لكم متابعه، ومرحبا بكم دائما عند قناه سكينه الصويريه، والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله.